نبدأ في هذا الصباح الجميل إن شاء الله على بركة الله مناقشة علمية للطالب رعد عبد النبي جبارة، تخصص فنون تشكيلية رسم، حول أطروحته الموسومة تطبيقات نظرية الجشتالت في تشكيل ما بعد الحداثة. ولجنة المناقشة تتكون من أخونا العزيز الأستاذ المساعد الدكتور قاسم جليل مهدي، الذي حل علينا ليس ضيفا بل هو من أهل الدار. أهلا وسهلا بالدكتور قاسم أخونا وزميلنا، ومن الأستاذ المساعد الدكتور ياسين وامي ناصر، والأستاذ المساعد الدكتور علي شريف جبر، والأستاذ المساعد الدكتور نورس عدنان شهاب، وبإشراف أخونا الأستاذ المساعد الدكتور ناصر إسماري الغائب الحاضر الذي يؤدي مناسك الحج وفقه الله إن شاء الله، وبرئاستي أنا أخوكم الصغير أستاذ الدكتور تحرير علي حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، السيد رئيس اللجنة، السادة الأعضاء، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقي على مسامعكم ملخص البحث لأطروحة الموسومة تطبيقات نظرية الجشتالت في تشكيل ما بعد الحداثة. يعد الفن التشكيلي إبداعا لنتاجات ذات فعل وممارسة تمتاز بالوجداني والذاتي والنفسي والروحي والعقل والمعرفي، والذي يمتزج بالإدراك البصري، حيث يفرز ذلك كل ما هو إبداعي وبعيد عن عالم الواقع. أحيانا بالرغم من أن الفنان يعمل جاهدا على تجسيد عالمه المحيط بكل حيثياته في السطح التصويري ليمنحه بعدا جماليا يقترب أو يتسامى على عالم الواقع، الأمر الذي جعل من الفنان التشكيلي يعتمد أسلوبا ومعالجة تقنية تجعل عناصر العمل في وحدة كلية قابلة للإدراك البصري. وبما أن الإدراك البصري ينطوي ضمن المدرسة الجشتالتية، فالنتاجات الفنية تحوي من خلال عناصرها المترابطة على إدراك الكلي دون الجزئي. لذا تضمنت الدراسة 4 فصول. عني الفصل الأول لبيان مشكلة البحث وأهميته والحاجة إليه وهدف البحث وحدوده الزمانية 1949-1990. كذلك تضمن الحدود المكانية أوروبا وأمريكا وتحديد أهم المصطلحات الواردة فيه، حيث تحددت مشكلة البحث بالإجابة على التساؤل الآتي: ما هي آليات اشتغال تطبيقات نظرية الجشتالت في تشكيل ما بعد الحداثة؟ وقد عني الفصل الثاني بالإطار النظري والدراسات السابقة، حيث تضمن الإطار النظري 4 مباحث. المبحث الأول تضمن مفهوم الجشتالت، أما المبحث الثاني فتناول متمثلات الجشتالت في الحقل الإبداعي، وكذلك مقاربات الجشتالت في النظريات المفسرة للإبداع. وتضمن المبحث الثالث مفهوم الحداثة والضغط الفكري واتجاهات وأساليب فنون الحداثة، أما المبحث الرابع فتناول الحداثة والضغط الفكري واتجاهات وأساليب فنون الحداثة، أما المبحث الرابع تناول معطيات تشكيل ما بعد الحداثة في الحقل البصري وكذلك اتجاهات وأساليب فنون ما بعد الحداثة. وقد اشتمل الفصل الثالث على إجراءات البحث والتي تضمنت مجتمع البحث وعينة وأداة البحث وتحليل نماذج عينة البحث البالغة 15 نموذجا تم اختيارها قصديا من مجتمع البحث البالغ عدده 150 عملا فنيا. أما الفصل الرابع فيشمل نتائج البحث والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن الشكل ذي علاقة تفاعلية مع الأرضية التي يستند عليها، بل أن الخلفية تعد بؤرة مركزية لاشتغال الشكل وإعطاء المعنى الذي يوحي إليه، فلا يمكن انتزاع الكل عن الأرضية كما ظهر في جميع نماذج البحث. أن تقارب الأشكال مع بعضها تبغي الوصول إلى المضمون الذي ينشده فنان ما بعد الحداثة. تسمى تشكيل ما بعد الحداثة بالنظر إلى الكلي من خلال الجزئي، إذ أن الجزئي لا يوصل إلى المطلوب بقدر ما إذا كانت كل الأجزاء مترابطة ومتناسقة ومنتظمة في كل واحد. أكو طرح جديد توصلت إلى نتائج جيدة، حقيقة استمتعت ببعض الصياغات اللغوية المهمة، هذه تحسب إليك وتحسب للسيد المشرف أيضا المتابع لهذا البحث. هنالك لكن لا تخلو كل بحث من بعض الهفوات وهي نسبية دائما، لكن أكيد إحنا نغير من هذا المسار البحثي حتى يكون بالاتجاه الصحيح.
فهي لا تقلل من قيمة أو شيء هذا الجهد. راح أبدي من الصفحة الأولى، ما أعرف إذا كانت إذن شغلات يعني شلون نقول إجراءات أو تنضيد لربما أو طبيعة الشغل مالتكم هنا شلون يصير ما أعرف بالنسبة أي يعني شغلات بسيطة. الواجهية ما تصير بهذه الطريقة، أنا كاتب لك إياها هنا بالنسبة للواجهية يصير غلاف يعني تصير عنوان مالتك جواها أطروحة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الفنون الجميلة. أنا ذاكرة هنا حتى أمشي سريع لأن حتى أمور بسيطة لازم مو فوق تكتب أسد تكاتي فوق أطروحة الدكتوراه وبعدين جواها العنوان مو صحيح؟ يمك لو يمي بس غير شكل لا أطروحة الدكتوراه جواها العنوان لا هي يصير العنوان بعدين جواها أطروحة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الفنون الجميلة وبعدين أنا كاتب لك إياها. طبعا أنا كتبت لك ملاحظة أحسنت صنعا باختيار اللوحات الانطباعية بالنسبة للمدرسة أو نظريات الجشتات يعني تنطبق تنطبق يعني هي العبرة. أنا مو أعبر على كل المدارس، المدارس اللي هي مهمة جدا يعني. هي أشياء أكيد مهمة هي اللي بدأت تحول الفعل والحداثة هاي بالله من تيمة تاريخيا يعني بس هي لا لي لذلك أنا خليتها هي لو اخترقت الحداثة حتى تكون ضمن مبحث انتقالي. لا أنا أرى أنه مقدار موائمتها مع نظرية الجشتالت. العبرة مو أنا أمشي على المدارس كلها وإنما العبرة أختار المدارس هو هنا نعم هي هنا الحذاقة يعني كانت المرجعية للعقل بعدين رجعوا المرجعية كانت وهيوم المن للإنسان وخلوا الإنسان في مأزق أخلاقي زين وأصبحنا أمام مشكلة الحقيقة وهذا انتقال يعني أوجد لنا نوع من الصدمة والشك في قيم الحداثة نفسها زين ومبانيها لأن الحداثة جابت لنا الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية زين وراح ضحيتها ملايين الأشخاص هي هاي شوف المخبوصين فيها إحنا الحداثة ما بعد حداثة ملايين الأشخاص راحوا بالرجلين. الشكل الأهم أو الموضوع الأهم في العنوان وأنا أقرأ تطبيقات نظرية الجشتالت أفكر في أن الباحث إنما يروم وضع خطط وهياكل تصميمية لفن حداثي أو ما بعد حداثي وهو باعتقادي الجدول الأهم التي ستكون لنا في هذه الرسالة. نعود أيضا إلى هدف البحث الذي يهدف الباحث من خلاله إلى كشف فاعلية الجشتالت وآليات اشتغالها. سيعود إلى أيضا النقطة الأهم، ما هي الآليات أو الفاعلية التي يشتغل عليها تشكيل ما بعد يعني هل المنبه الإدراكي هو الذي يثير الظاهرة لو الظاهرة هي اللي تثير المنبه الإدراكي؟ هسه أنا أمام حالة معينة زين ظاهرة معينة هي اللي تثيرني لو أنا لثير. لأن مبادئ التنظيم تصبح من الأمور الأساسية لسيكولوجية الإدراك ومن ثم سيكولوجية التعلم. يعني شنو علاقة سيكولوجية التعلم بالفن الشعبي اللي تحكيت عن البوب آرت يعني مثلا أي هاي سيكولوجيا الإدراك أي سيكولوجيا الإدراك إيه خلاص يعدلها العاد وكل البحوث والكتب قابلة للتأويل إلا كتاب الله الكريم القرآن. أعطوك الملاحظات من قبل الأساتذة وسوف لن أعرج على ما طرحه زملائي وأخواني. في البداية البحث رعد يتناول نظرية لها بعد تحليلي بعد نفسي بعد إدراكي بعد عقلي وأنت قرأت عن هذه النظرية بالتفصيل وهي حقيقة قد تكون مهمة وأهميتها في مجالها. أما أنت يعني جلبت هذه النظرية وأقحمتها في مجال أو في حقل الجمال والجماليات وهذا بحد ذاته يعني شيء صعب ولكن عندي بعض التساؤلات أسألها إليك وأريد الجواب من عندك حتى أعرف أنت
يعني مدى فهمك لهذه النظرية، وأفيدك بالفهم الآخر لأفتح لك بعض الأبواب حتى من تجي تصحح تعرف شلون صح. بدءاً بالعنوان تطبيقات نظرية الجشتالت في تشكيل ما بعد الحداثة، كيف نطبق النظرية؟ سؤال، وهل الفنانين الذين تناولتهم في أعمالهم طبقوا نظرية الجشتالت؟ المشرف الأستاذ الدكتور ناصر زماري، والدكتور قاسم الحسيني تسمي عناء السفر ومخاطر الطريق، وشكرا لسادة الحضور جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. محضر مناقشة رسالة الدكتوراه، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية، شهادة الدكتوراه. قامت اللجنة المكلفة بموجب الأمر الجامعي ذي العدد 7/8/1194 والمؤرخ بتاريخ 3/5/2023 والمؤلفة من السادة أستاذ دكتور تحير علي حسين رئيسا، أستاذ مساعد دكتور ياسين وامي ناصر عضوا، أستاذ مساعد دكتور قاسم جليل مهدي عضوا، وأستاذ المساعد دكتور علي شريف جبر عضوا، والأستاذ المساعد دكتور نورس عدنان شهاب عضوا، والأستاذ المساعد دكتور ناصر سماري جعفر عضوا ومشرفا. لمناقشة طالب الدراسات العليا رعد عبد النبي إجبارة حول رسالته أطروحته الموسومة تطبيقات نظرية الجشتالت في تشكيل ما بعد الحداثة يوم الاثنين الموافق 19/6/2023، واستنادا إلى الفقرة 5 من المادة 32 من تعليمات الدراسات العليا، وفي ضوء قابلية الطالب في طرح موضوع الرسالة واستيعابه ودفاعه عنها، اتخذت اللجنة التوصيات التالية: قبول الرسالة بعد إجراء بعض التعديلات وبدرجة جيد جدا. مبروك رعد. حبيبي دكتور رعد، شلونك؟